السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو حكمل معاكم الدرس الثالث من دروس الوحدة الثانية من كتاب الإنجليزي للصفوف الأولية الصف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي وقبل ما أبدأ بالفيديو بتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو إنه ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ بسم الله بدرس words words وتعني الكلمات سنتعلم في هذا الدرس العديد من الكلمات الجديدة. سنبدأ بنمبر one listen, point and say. listen تعني استمع، point وتعني أشّر، say وتعني قل خلفي. سنستمع سويًا إلى قراءة هذه الكلمات وحاولوا أن تكرروا مع السماع. one apple. Apple, apple. Two, pizza, pizza, pizza. Three, salad, salad, salad. Four, soup, soup, soup. Five, And now can you point to the soup, apple, kabsa, apricot, sandwich, pizza, rice, orange, سنقرأ سوياً مرة أخرى هذه الكلمات number one apple apple وتعني التفاحة number two pizza pizza وتعني البيتزا number three salad salad وتعني السلطة number four soup soup وتعني الشوربة number five orange

وهي أرز الكبسة. إذن لدينا تسع كلمات جديدة علينا تكرارها وحفظها في هذا الدرس. ننتقل إلى number two listen and practice. أيضا سنستمع ونتمرن على قراءة هذه الكلمات الست: number one, apple, apple, apple. Number two, pizza, pizza, pizza. Number three, salad, salad, salad. Number four, soup, soup, soup. Number five, sandwich, sandwich, sandwich. Number سكس apricot. 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 ننتقل الآن إلى الصفحة التالية. On page number fifteen, وتعني خمسة عشر. هنا لدينا fun time. Fun وتعني المرح. Time وقت أي وقت المرح. لدينا هنا في grammar tool box أي مربع القاعدة سنتعرف على معنى countable و uncountable عندما اقول countable يعني انه شيء معدود وكيف نعرف انه معدود نضع إس في نهايه الاسم او الكلمه اما uncountable ويعني غير معدود وكيف نعرف ان هذه الكلمه غير معدوده لا نستطيع ان نضع s في نهايه الكلمه عند جمعها اذا لدينا كلمات نستطيع عدها وكلمات لا نستطيع عدها التي نستطيع عدها نضيف اليها اس الجمع في نهايه الكلمه اما التي لا نستطيع عدها لا نستطيع اضافه اس الجمع في نهايه هذه الكلمه هنا لدينا كلمه ساندويتشز sandwiches <ساندويتشز> هنا عند جمعها وضعنا e في نهاية الكلمة لأنها تنتهي بحرف C والاتش أي كلمة تنتهي بحرف C مع H والذي ينطق ش عند جمعه نضيف e للكلمة هنا لدينا كلمة apples apples أيضا كلمه مجموعه اضفنا في نهايتها حرف الاس عند الجمع اما كلمه سوب وتعني الشوربه فلا نستطيع جمعها ولا نضيف اليها اس وايضا كلمه رايس وتعني الارز ايضا لا نستطيع جمعها ولا نضيف اليها اس الجمع ننتقل الى نمبر 3 نمبر ريس number وتعني الأرقام race وتعني سباق إذا لدينا هنا سباق الأرقام المطلوب count fast from 1 to 10 and back عد بسرعة من رقم واحد وحتى رقم عشرة وبعد ذلك اعكس عليك أن تعد من عشرة إلى رقم واحد هنا لدينا one two three four five six seven eight nine ten الآن سنعكس ten nine eight seven six five Four three two one Ladena one orange two apples three pizzas four sandwiches five carrots six onions seven bananas 8 cheers 9 cookies 10 potatoes جميعها أكثر من واحد ووضعنا لها إس في نهاية الكلمة فقط orange هي واحدة فقط ليست جمع لا نضف إليها إس الجمع. إذا علينا أن نعرف أيضاً كيف نعد من واحد وحتى عشرة، وأيضاً كيف نعد من عشرة حتى واحد. نستمع مرة أخرى كيفية العد من one to ten and from ten to one. Are you ready? Let's start! one, two,

6 onions, 7 bananas, 8 cherries, 9 cookies, 10 potatoes, 10 potatoes, 9 cookies, 8 cherries, 7 bananas, 6 onions, 5 carrots, 4 sandwiches, 3 pizzas, 2 apples, 1 orange. والآن بعد أن انتهينا من العد نكون قد حققنا أهداف هذا الدرس وهي I can أنا أستطيع الآن point to and say five kinds of food أنا أستطيع أن أشير وأن أقول خمسة أنواع من الأطعمة إذا كنت أستطيع ذكر خمسة أنواع من الأطعمة إذا فأنا حققت goal number 13 وسأضع علامة صح هنا أيضا أنا أستطيع I can count from 1 to 10 and back أستطيع أن أعد من واحد حتى عشرة وبالعكس أعد من العشرة حتى 1 إذا كنت أستطيع ذلك فأنا حققت goal number 14 وسأضع علامة صح هنا ننتقل الآن إلى قسم التمارين ونحل التمارين الخاصة بهذا الدرس سنفتح سويا page number 75 75 أي 75 هنا لدينا number 1 listen point and practice وبعد ذلك قم بعمل trace نستمع ونؤشر ونتمرن ونقوم بكتابه فوق هذه الكلمات الخمس لدينا كلمه orange وتعني البرتقال بيتزا البيتزا soup شوربه كبسه ارز الكبسه ابل تفاحه وبعد ذلك سنقوم هنا بالتوصيل ما بين كل كلمه والصورة المناسبة لدينا السلد وتعني السلطة رايس الأرز أبريكوت مشمش ساندويتش الساندويتش أو الشطيرة كاروت الجزر وبعد ذلك سننتقل إلى نمبر 2 trace and write سنقوم بعمل trace وكتابة حرف الـ small سنكتب حرف الاس small ما بين الخط الثاني والثالث بهذه الطريقة وبهذا الشكل بخط جميل ومرتب وبعد ذلك سننتقل إلى الصفحة التالية On page number 76, 76 أي 76 أيضا سنبدأ بنمبر 1 Lesson point and practice وبعد ذلك ايضا سنقوم بعمل تريس نستمع ونؤشر ونتمرن ونعمل تريس للارقام من نمبر 1 حتى نمبر 10 ثم نعكس من نمبر 10 حتى نمبر 1 سنتدرب على كتابتها وحفظها مرتبه وبالعكس 1 2 3 4 Five, six, seven, eight, nine, ten, ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. 6, 7, number 2 trace and write letter T small سنتدرب على كتابة حرف T small والذي يكتب ما بين الخط الأول والثاني والثالث بهذه الطريقة ونضع خط بهذا الشكل في المنتصف إذا سنكتب T small بين الثلاث الخطوط الأولى بخط جميل ومرتب وبذلك أكون قد انتهيت من شرح الدرس الثالث إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو واضغطوا على زر اللايك ولا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعلوا جرس التنبيه وشكراً.